السوشيال ميديا. صراحة يا جماعة التقدم التكنولوجي حلو طبعا ما فيش كلام، بس في حالة الاستغلال الصحيح. إنما طبعا في الحالات التانية بيبقى حاجة الحقيقة يعني ما تتوصفش. واحد بيتضايق قوي من الناس اللي كل طموحها الفبركة. يعني تلاقي واحد جاب صورة كده لواحد مشهور أو مش مشهور وكتب على الصورة اللي هو عاوزه، هوب أما نزلها على كل المواقع، وهوب تلاقي كل التعليقات اشتغلت، وهوب الدنيا تولع إشاعات. ومش كده وبس، ده في ناس كمان بتشتم بألفاظ خارجة جدا. الحقيقة بقى لحد دلوقتي مفيش قانون صدر في الموضوع ده. يعني احنا نعرف ان لو اي حد اتهان مثلا على الفضائيات او على صفحات الجرايد يقدر يقدم شكوى، انما بقى على المواقع دي مفيش محاسبة. الدنيا سدح مداح، وكل اللي عاوز يقول حاجة يقولها براحته يا معلم.